انا عناية ليكو ومصر بلدي واهلي. ومره ثانيه اشكر الاخوان في مهرجان الجونه السينمائي الدوره الاولى على دعوتهم لي، وانا لا احتاج الى دعوه. انا بس يشيلون التلفون ويقولون لي داود تعال بلدك، تعال الى 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 هذه الارض الطيبه، هذه الارض الطاهره. انا لن اتردد في اي لحظه اني انا اكون موجود، لان بين اهلي وبين اخواني والطيبين اللي مثلك ومثل الشباب ومثل الكاست اللي موجود.